السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زرنا مكتب المتعلق باستيراد السيارات والتصدير، صاحب اخونا عز الحمري غني عن التعريف، وطبقنا عليه في سانتان في 2015 سبورت ماشيه 50,000 حديده في السلوفان، وعليم الله انه ما قصر. وشن يعزه؟ لا لا ما مش صار في شيء. سالمك اخويا وان شاء الله ربي يحفظك، منتظرون العرض الجاي قريب، ما زلنا مستمرين في الشراء، واي حد عنده حديده تنعقبوا رقمنا على الصفحه وزوروا عزو الحمري، مش هيقصر معاكم في الدقادوستا شارع فندق البطناني بعد الجامع، وباذن الله اسعاره سمحه، تعالوا زوروه وعلى ضمانتنا وبجوده بيكم ربي يحفظكم، وريم السلوفان وريم الجزير برم مع الحديده. ربي يطرح لك فيها 100 بركه هيك. واللي نيته في لبوة سيارة ديرا والله يعيش بثنيرا، وعلم الله انها حديدة 2006 كامبيو خريطة ولون ابيض وحديدة في السلوفان. تعالوا لك في حد يبيها والله ما يقصر معك، وريها لهم. تبي تركب لبوة اركب هاي ولا بلاش، من لون اصفار لا بخ لا ترميل لا سوس، و2006 كامبيو خريطة. بالجودة بالجودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ديما طيبين.